ما زالت مستمرة الوقفة الاحتجاجية ديال كما كتشوفوا، يعني كاين واحد التنظيم محكم بالنسبة للمسؤولين اللي كيشرفوا على فتال تنظيم نهضروا ونعاودوا ناكدوا على نفس النقطه اللي حيت بصح هي المشكل الاساسي وهي اهم نقطه باش كاينين هاد المشاكل التسييريه، هي نقطه التحول من الجمعيه للشركه. هاد نقطه التحول هذا من الجمعيه للشركه كان في واحد الضبابيه كبيره، كانوا فيه قوانين، كانت فيه بزاف الحوايج غير قانونيه لدرجه غير باش نعطيو مثال، هو ان منخرطين معك في الجمعيه ما تعلموش بان كاين انشاء الشركه، وهذا هي قانون بسيط من دوك القوانين اللي خاصهم يكونوا باش تاسس الشركه، لدرجه انه رئيس العصبه تيعلن في واحد المنبر اعلامي انه الشركه غير قانونيه، تيقول هكا بالسطر العريض شركه المغرب الريادي الفاسي غير قانونيه، وتصريح تيمر مرور الكرام كان هذا السيد ما كاينش اللي يحاسبه، كان هذا هاد الناس اللي داروا قانون الشركه واش درتوا غير قانون صبحتوا غير خاصكم تتبعوا هذا الشيء كيفاش يطبق كيفاش. وسؤال مطروح وسؤال مفتوح عاده نوجهه للمسؤول الاول على الكره المغربيه اللي هو رئيس الجامعه، واش هاد قانون الشركه دار باش نطوروا الكره المغربيه ولا باش نحميوا رؤوس الاموال؟ حيت حنا دابا تنشوفوا غير حمايه رؤوس الاموال، ما شفناش كاع تطوير الكره المغربيه. هو حنا تنطعنوا انك تنطعنوا في الشركه المغرب الرياضي الفاسي كيفاش تم تفويت 70% وتتخلي 30% الجمعيه، انت جبتي القانون كما هو وجيتي درتي المينيموم اللي خاصك تعطي للجمعيه درتي 30%، كون كان الامكان ديالك دير 10% كون درتي ما غاديش تصرف. تنطالبوا بحاجه وحده هو الرحيل لهذا السيد هذا، ما بقاتش عنده بلاصه في المغرب الرياضي. راه غدا لا بقينا غاديين هكا ما تفاجئوش، لقينا راسنا في قسم الظلمات، وتنفضلوا اننا نكونوا في قسم الظلمات ونكونوا واقفين على الساس ولا نبقاو غادي بهذه السير العشوائيه هذه. كتشوفوا مازال مستمرة الوقفة الاحتجاجية ديال فطر تيكر، الآن خدينا تصريح ديال الحد الفطال اللي عبر عن الرؤية ما تعيشه في الوضعية الحالية لفريق المغرب الفاسي وما وصل إليه فريق الحالي. واللافتة التي دائم الارتحال دائما القضية مع الفريق مع الجماهير وهي الجامعي كمحل، هذه اللافتة هذه شفناها في جميع الملاعب الرياضية في ربوع العالم.